نعمل مع بعض وصفة اللسان التراثية. عندنا هنا اللسان مسلوق ومحمر، هي دي الوصفة، والوصفة دي من كتاب أصول الطهي النظري والعملي لنظيرة نيكولا وبهية عثمان، النشر سنة 1948. الوصفة مقاديرها عبارة عن لسان، احنا هنا جايبين طبعا لسان دوني بمناسبة العيد الكبير، يعني عندنا ملح، بصلة صغيرة، حبهان، قرنفل، فلفل اسود، وعندنا سمن للتحمير، وللتقديم عندنا طماطم وليمون. بناخد طبعا اللسان وزي ما احنا شايفين كده، وده كان برضو منقوع في لبن من قبل كده، وبنحط الفلفل الحب، القرنفل، الحبهان والبصلة مع مية، وبنسلق فيها اللسان. وممكن قبل ما نسلقه في المية دي نحطه مرتين في مية ونسيبه فيها لحد ما يغلي، وبعد كده نشيله نغير المية ونعمل نفس الحكاية تاني، وبعدين في الآخر نحط دول مع تالت مرة، نحط البصل والقرنفل والحبهان والفلفل الحب مع المية، ونكمل بقى سلق اللسان فيها. اللسان بياخد وقت مش بطال، يعني مش أقل من بالنسبة طبعا للسان الصغير ده هياخد حوالي ساعة، لكن لو اللسان الكبير ممكن ياخد من 3 إلى 4 ساعات علشان يستوي. طبعا بعد ما بيتسلق وهو لسه لا هو سخن قوي عشان نقدر نمسكه، ولا هو بارد لأن القشرة بعد كده هتلزق، مش هيبقى صعب إن احنا نشيلها، وهو لسه يعني يدوب سخن بس نقدر نمسكه، بنقشر اللسان، بيبقى عليه طبقة من بره كده، هي القشرة دي لازم تتشال، وبعد كده نقدر نعمله زي ما هنعمله دلوقتي، احنا هنحمره في السمنة. هنحط شوية سمن، عايزين السمنة بس تبقى سخنة، وبعد كده نحط اللسان، ودلوقتي نبتدي نحط اللسان في السمنة عشان يتحمر. اوكي كده اللسان اخذ لون حل، هناخده وهنقطعه شرايح. هناخد طبق للتقديم، ده طبعا هيكون زي مقبلات، يعني مش الأكلة الأساسية. وناخد